أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أضاف الهباش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تصعيد على الأراضي الفلسطينية. الذي يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري هو رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. بن كفير هو وزير في حكومة نتنياهو، ويأتمر بأمر هذه الحكومة وبأمر رئيس الحكومة. وما قام به اليوم هو تعبير عن حقيقة وطبيعة هذه الحكومة، الحكومة التي لا تؤمن لا بتهدئة ولا بوقف للعدوان، وتقوم كل استراتيجياتها وكل سياساتها على استمرار العدوان وتكريس الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد. هذا الذي يحدث لن يلقي بظلال قاتمة فقط على موضوع التهدئة، وإنما على كل المشهد العام في المواجهة بيننا وبين الاحتلال. الشعب الفلسطيني لن يسلم بالسيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ولا باستمرار الانتهاكات، وهذا أمر سيفتح الباب أمام تصعيد أشد خطورة. ولا يجب أن يلوم أحد الشعب الفلسطيني على أي رد فعل نتيجة لهذه الانتهاكات.